صباح الفل عليكم لو كنت بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنت بالليل. النهارده جات لي الهدايا الجميله دي من قشر، فقلت بقى لا نشوف بقى ايه اللي فيها ونفتحها كده سوا مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه ونجرب اللي جواها كمان. الهديه مكتوب على الشنطه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، هالو وينتر. فيلا بينا نفتح نشوف ايه اللي جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، بقى نبدأ نفتح الباكج دي. الصراحة يعني قشر من الشركات الجميلة أو البراندات بتاعت القهوة الجميلة في الباكجينج بتاعها. يعني الشنطة معمول عليها الاسم بتاع قشر، وكمان بيكون معمول على اليد كده حاجة يعني هنت كده بسيط لإيه اللي موجود جوه الباك دي. وبعدين هنخش بقى جوه هنشوف الباكجينج بتاعهم عامل ازاي. الصراحة من أحلى البراندات اللي بتعمل باكجينج للقهوة في مصر. ادينا اهو فتحنا الشنطة، طبعا هما ما شاء الله مدينا دبابيس كتير عشان خاطر الدنيا ما تبصش من جوه. وادي بقى البوكس، هنشوف بقى في ايه. لا الشنطة ما فيش فيها حاجة تانية، ماشي. هنفتح بقى البوكس سوا ونشوف يا ترى ايه اللي جوه البوكس. هنفتح بقى البوكس سوا اهو، يلا the moment of truth قربت. وفتحنا البوكس، التغليف بتاع قشر من جوه جميل، الورق اللي مكتوب عليه الاسم بتاعهم ده جميل جدا وبيدي شكل الباكج من جوه. دي I think ايوه الكالندر بتاعت 2021 قشر عاملاها، ومن ورا ليها ستيكر كده عشان تتلزق منها. جميلة، عليها أغلب التولز بتاعت القهوة، فرنش بريس وموكا بوت وكيميكس ومجات وكيتلز. لا جميلة. ودي بقى الباكج والهدية نفسها، الوينتر بليند بتاع إشر. عجبني أوي البوكس بتاعه، أجواء شتاء جميلة. وعلى فكرة الميزة بتاعت إشر، يعني أنا كنت اشتريت من عندهم قبل كده الكريسماس بليند، لأن هو كل باكج بتشتريه بيديلك بوكس زي ده، مش عشان هو يعني هدية او كده، لا جميل جدا. وده تقريبا اللي هو السامبل 100 جرام، على حسب الوزن بتاعه باين. اللي عاجبني بقى في قشر ان الباكت الصغيرة بيحطوا فيها نفس الكواليتي والماتيريال بتاعت الباكت الكبيرة. يعني ده نفس الباكت ال 250 جرام بنفس الشكل ده، وده شيء جميل. وده الكارت اللي جاي مع الوينتر بلند، في بقى ايه كل الداتا بتاعت البلند نفسه، كنوتس اروما ان هو بلند، البروسيس بتاعته عامله ازاي، الحبوب ايه. لطيف. طبعا ده الى جانب الداتا بتاعت التحميص ايه ودرجة التحميص ايه اللي موجودة على الباكت، هنشوفها دلوقتي. لكن لا يعني جميل، عاجبني اوي الباكت جدا، والباكج كلها حلوة قوي اهو. دي بقى الداتا بتاعت التحميص، نقرب بس شوية كده. ايوه اتحمص يوم كام شهر كام، ان دي هول بينز مش مطحونة، والتحميص بتاعها ميديوم. لا جميل الباكج، جميل الكيس، جميل الباكج بتاع القهوة نفسه رائع. نعمله 100 جرام نفس كواليتي 250، لطيفة. نروح نجرب بقى، ومعانا اهو الوينتر بلند بتاع قشر، هنفتحه ونشوف بقى الحبوب جوه ايه ودرجة التحميص ايه وشكلها عامل ازاي والكلام ده كله. فتحناه نشوف بقى الحبوب، هنشوف بقى درجة التحميص عاملة ازاي وشكل الحبوب. اهي درجة التحميص فعلا وسط زي ما هما كاتبين. نقرب شوية نشوف شكل الحبوب، ايوه واضح طبعا الحبوب بلند زي ما هما قالوا، عشان كده في اختلاف في الحجم ما بين الحبوب. واضح كمان ان البروسيس مختلفة لكل نوع من الحبوب، بس هنشوف بقى الدنيا تبقى عاملة ازاي. نوزن بقى قبل ما نطحن عشان نعمل القهوة بتاعت الوينتر بلند، ونشوف بقى هيبقى الطعم عامل ازاي لما نعملها اسبريسو.
هنستخدم النهاردة الايروبريس بتكنيك الاسبريسو اللي عملناه قبل كده، وهنستخدم بقى مع الايروبريس النهاردة الفلتر المعدن مش البيبر فلتر اللي استخدمناه قبل كده. وعملت لكم فيديو قبل كده انا بالفلتر المعدن ده، هسيبه لكم في الديسكريبشن وهيظهر عندكم دلوقتي. ويلا بينا بقى نعمل قهوتنا ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. يلا بينا. ودلوقتي بقى بعد ما جربنا قهوتنا الوينتر بليند في الاسبريسو، تعالوا بقى نشوف الدنيا كانت معانا عاملة ازاي. هو طبعا احنا جربناها بالايروبريس بتكنيك الاسبريسو، وكانت النتيجة يعني كانت لطيفة الى حد كبير. الوينتر بليند كان هادي، يعني من انواع الاسبريسو نقدر نقول عليها انها انواع هادية، ما فيش فيه مرارة قوية، مرارته لطيفة مقبولة. بالنسبة للأروما بتاعته، هو مكتوب عليه تشوكلت، لكن هو كفريجرانس كان تشوكلت لكن كأروما كانت الفانيليا هي اللي ظاهرة معانا أكتر كأروما، إلى جانب طبعا الفليفر. هو مكتوب بالريد فروت وفانيليا وناتس وملاسس، فأنا اللي كان ظاهر معايا جدا كانت الفانيليا والملاسس اللي هو العسل الأسود، كان ظاهر معايا جدا. لكن كناتس وكريت فروت يعني ما كانش ظاهر معايا قوي. هي طبعا البلندات دي انا بفضل ان انا اشربها اسبريسو لان طعمها بيكون ظاهر فيها اكتر يعني. فهو في الاسبريسو لا، كان لطيف مقبول، ما رشحوش قوي انه يكون باللبن لانه هيفقد كتير قوي من قوة طعمه. لا هو يعني اسبريسو هادي ولطيف، فكانت تجربة جميلة كوينتر بليند. والناس اللي تحب الاسبريسو الهادي الشتوي أجواء الشتاء يجربوا. ويا ريت لو تتابعوا أكاونت الانستجرام الجديد بتاعي بوب ألفا دوت فايب، هتلاقي عليه كل بقى كواليس القهوة وصور القهوة اللي بعملها كل يوم، يعني هيبقى تجربة يومية كده. ومع السلامة.